أنا لما أقبل الحديد أو أقبل الفضة اللي موجود على قبر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فأنا أقبل القدس الذي موجود داخل القبر الشريف الذي ينطوي عليه سر ومنزلة محمد وآل محمد. بعدين الله النقطة الثانية، شوف التفت لي، الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم. شوف هذه كلها تعابير قرآن، القرآن، وأنا ما أريد أدخل فيها بالتفصيل، وأغلبكم مر عليكم الآيات. بالنسبة للأنبياء إن الله اصطفى آدم ونوح يتكلم، وأنا اخترتك لنفسي، ها؟ أو الاصطناع، هذا كله مواد للاختيار، هذه المواد اللغوية تؤدي إلى الاختيار. بالنسبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم الوضع يفوق الاختيار، إنما يريد الله شنو؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني تصفية تامة. فالله سبحانه وتعالى لما اصطفى أهل البيت واصطفى النبي ما فرق لنا، ما قال هناك شخصيتان للنبي والولي. اليوم بعض السلفية لما يتحدث عن شخص النبي يقول له شخصيتان، شخصية نبي وشخصية عامة، فأنا ملزم أن أسمع في شخصية النبي لأنه معصوم وهو نبي، لكن مو ملزم باتباعه وطاعته فيما كان ليس بنبي، شخصية العامة. لهذا يجون يدخلون عليه يقولوا له يا رسول الله احنا عندنا استشارة في موضوع النخل ماذا نصنع، فيشير عليهم إشارة، هم يروون طبعا مو احنا براء من هذا الكلام، شو نسوي يا رسول الله نستشيرك في موضوع النخل، قال لهم اصنعوا كذا وكذا، فراحوا وطاعوا النبي. طبعا هذه الأحاديث كلها مدروسة، يعني وراها خلفيات، تعرف أين تضرب وين تضرب القدسية. راحوا سمعوا كلامه، قام النخل كله اخترب ذيك السنة، اجوا قالوا له يا رسول الله نخلنا اخترب احنا. قال لهم انتوا انا انما رسول في امر الدين، أما أمر الدنيا والشؤون الطبية والشؤون الزراعية فأنتم أخبر بذلك، وهذا أمر لا يمكن أن يكون، لأن النبي رسول، الإمام رسول في كل نواحي الحياة، الله اصطفاه وطهره. وأكو سؤال بعد أحمق دائما يذكرونه خصوصا هالأيام بالفضائيات، هل الدين فيه سياسة أو ما فيه سياسة؟ هل أهل البيت يتعاطون السياسة أو ما يتعاطون السياسة؟ هذه السياسة اللي احنا قاعد نشوفها الآن، سياسة الدجل والنفاق والقتل والمتاجرة بالناس والدماء، لا، أهل البيت ما يتعاطون هكذا سياسة. أما السياسة بمفهومها العام الإدارة، لا، أهل البيت سلام، النبي بنى دولة وأمير المؤمنين كان حاكم دولة، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حكام على الناس. إذن هناك الآن احنا اجتزنا بمرتبتين من مراتب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإحنا نتكلم عن النبي. المرتبة الأولى، لأن قلنا علي أمير المؤمنين هو نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأولى القدس في الذات والآثار. النقطة الثانية الاصطفاء والاختيار، فعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه مختار الله في روحه في بدنه في جسده في عقله في رؤاه. لهذا أنتقل إلى النقطة الثالثة، صار الإمام قاعدة لولاية الله عز وجل. Oh.
خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.